شجر الصوف احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ عمار محجوبي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم، ربي يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، متعك بالصحة والعافية إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين للآخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. الحديث عن سيرته العطرة وشمائله الشريفة حديث يأسر القلوب ويهز الوجدان، سيرة مشرفة خالدة ومدرسة محمدية رائدة، وقفات في سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، يذكر بعضا منها فضيلة الشيخ عمار محجوبي، فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيش الأمة الإسلامية هذه الأيام ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما من شك بأن هذا اليوم هو يوم من أيام الله عز وجل. والنبي والمولى سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى فقال: وذكرهم بأيام الله. فأقل ما يقال في المولد أنه يوم من أيام الله، وأنه يوم نفرح به، ولقد ورد: من فرح بنا فرحنا به. ولعلنا نتعرض إلى بعض جوانب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولقد قال الإمام البوصيري في ذلك: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا الكلام قالته السيدة عائشة، فإن عائشة تقول: كانت الليلة ليلتي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف إلى شن معلق بالبيت فيتوضأ منه، ثم بدأ في السجود والركوع. تقول: فكنت أسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء. تقول: فنظرت إلى المكان الذي كان ساجدا عليه فإذا به قد بلل الثرى. عندما سلم قالت له عائشة رضي الله عنها: لم تفعل هذا بنفسك يا رسول الله، وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هل تعتقدين أنني أعبد الله عز وجل فقط لأنه أمرني؟ وإنما أنا أعبد الله عز وجل لأنني أجد لذتي في القرب منه. ولذلكم عندما نكون في هذه الأيام ونتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل، رغم أنه قد غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ونجده مع ذلك يحرص على أن يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ندرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام
يقوم الليل انطلاقا من محبة. وصدقت رابعة عندما قالت: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي إلى أن قالت فشغلي فكشفك لي الحجب حتى أراك. ولذلكم المحبة تجعل الإنسان يحب المولى عز وجل، حتى أنه هكذا يكون نائما فينتفض ليقف بين يدي الله عز وجل ويجد متعته ويجد لذته وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه حيزت له الدنيا بحذافيرها، إلا أنه عندما بعث له المولى عز وجل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له هذا ملك الجبال بين يديك، وإن شئت أن يحول لك جبال تهامة إلى ذهب. لو أنه كان متعلقا بالدنيا لقال أسرع، وإنما قال له: ولكني أحب أن أكون نبيا أجوع، لا أحب أن أكون ملكا، وإنما أحب أن أكون نبيا أجوع يوما وأشبع يوما. وهذا هو ديدنه مع أسرته، فلقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بأنه كان يمضي الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، وغذاؤهم كان حينئذ الماء والتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع أهله لأنه ليس له ذات يد وليس له مال، وإنما كان يعني يأتيه المال الوفير، ولكنه آثر الآخرة على الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا مع أصحابه فإذا به ينتفض ويقف ويدخل إلى بيته، وعندما جاء قيل له: ما الذي جعلك تدخل إلى بيتك هكذا فجأة؟ قال: لقد ذكرت أن في بيتي شيئا من تبر، وخشيت أن يبيت فيه. فهو صلى الله عليه وسلم الدنيا كانت قد سيقت له، وإنما كان زاهدا. ولذلك الزهد ليس الكفاف نتيجة قلة الحاجة، وإنما هو العفة والكفاف نتيجة زهد في الدنيا عنده المال، ولكن مع ذلك يؤثر أن يعطي ذلك الفقراء، ولم يكن ذلك في بيته فقط، وإنما كان حتى مع أهله. مع ابنته فاطمة سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، فذهبت إلى السيدة عائشة وقالت: قولي له أن يجعل لي خادما، فإن الحسن والحسين واستعذاب الماء وما إلى ذلك، هذه الأمور أرهقتني. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت السيدة عائشة له ما قالت فاطمة، فقال لها: ما كان لمحمد أن يترك أهل الصفة ويعطي لابنته خادم، أفلا أدلك على خير لك من خادم؟ قولي إذا أويت إلى فراشك سبحان الله 33، والحمد لله 33،
والله أكبر 34، فذلك خير لك من خادم. إذن موقفه مع قيام الليل كما ذكرنا، وموقفه مع الدنيا، لقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، ولكنه كان زاهدا فيها لأنه يرجو ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك: وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، فأنتم ترون أن الإمام البصيري غاية ما في الأمر أنه يعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض شمائله. وهكذا تعاملنا مع المولد النبوي الشريف الذي هو يوم من أيام الله، وهو عيد، لأن الجمعة عيد، ولأن عرفة بإذن الله عيد. ولذلكم نحن نحتفل بالمولد باعتبار أنه يذكرنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفزنا على أن نقتدي به. إن أصبت فبتوفيق من الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نشرع بحول الله تعالى مشاهدين الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، والشيخ عمار محجوبي بإذنه تعالى في الإجابة عنها. شيخنا، هناك سؤال أتانا للبرنامج يسأل عن حكم كراء الأشجار المثمرة لمدة 10 سنوات، هل يجوز يعني بيع الثمر في الأشجار؟ بيع الثمر يجوز بعد بدو صلاحه، هذا ما اتفق عليه جمهور العلماء. أما بيع الثمار أو كراء الأشجار من أجل ثمرها لمدة 2 أو 3 أو 4 أو 5، فهذا بيع فيه غرر، والبيوع التي فيها غرر محرمة. هذا السؤال بعثه لنا أعتقد أخ من إخواننا في غليزان. ولذلك ما عليه الإمام مالك وما عليه الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل أن هذا البيع ليس صحيحا، لأن فيه غرر، لأن الإنسان قد يأتيه المنتوج جيدا في العام الأول، ولكن العام الثاني والثالث والرابع قد لا يأتي المنتوج جيدا. ولذلك هذا الكراء أو بيع الثمار في أشجارها لمدة طويلة هذا بيع لا يجوز. وذهب بعض العلماء، يعني منهم ابن تيمية، أن هذا البيع جائز. ولذلك أقول الأحوط ما قاله الجمهور، أن هذا البيع لا يجوز لأنه بيع فيه غرر. فإذا كان الإنسان قد فعل ذلك في الماضي فلا يفعل ذلك في المستقبل، ولا نقول له بأنك أكلت حراما، استنادا إلى فتوى ابن تيمية رحمه الله، واستنادا إلى أنه ربما كان لا يعلم. أما مستقبلا فالأحوط بمن يريد تبرئة نفسه ألا يكتري أو يكري الأشجار أو يبيع ثمر الأشجار لمدة 2 أو 3 أو 10 أو ما إلى ذلك. وبالتالي هذا الذي عليه جمهور العلماء، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستقبل أول مكالمة. سيدة نورة من ميلا، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، ممكن نطرح سؤالين على الشيخ إذا سمحت؟ تفضلي. السؤال الأول، مرحبا. السؤال الأول طرحته المرة اللي عدت، لكن ما لظروف ما قدرتش نسمع الإجابة. طيب. هو بخصوص الزكاة، قلت لك الوالد الكريم عنده مبلغ من المال، لكن يرفض أنه يزكي. والد وش بيه؟ عنده مبلغ من المال. مال إيه؟ في البنك. في البنك، ويرفض نعم. أنه يزكي بحجة أنه يصرف على أولاده. نعم.
ويمد الوالده الكريمه مبلغ هكذا المصروف تاع الدار العادي. هي دوك الوالده تقول انه لو يجوز اني نزكي من المال اللي يعطيني دون علمه. نعم. هذا السؤال الاول. والمبلغ بلغ النصاب اللي في البنك؟ اكيد نعم بلغ النصاب. نعم. والوالده حبت تزكي في مكانه؟ هي ما حبش يزكي. دوك الوالده الله يذكرها بخير توت تزكي خفيه عليه كما نقولوا المبلغ. نعم. اللي يعطيها هي المصرف تاع الدار كما نقولوا. هو بحكم انه يصرف على العائله؟ بحكم انه يمد لخاوتي وخواتاتي احيانا ما عندهمش يعني ظروفنا يعني نقولوا تقريبا منعدمه لخاوتي يعني اللي متزوجين. رفعوا لنا الصوت شويه هنا في الاستديو. تفضلي تفضلي سيده نوره. السؤال الثاني انه اختي الكبيره توفى ابنها رحمه الله وخلى مبلغ من المال والديه اللي عطاوه نقولوا الناس اللي دار معاهم الحادث. وش بها؟ عاودينا السؤال السيده نوره. اختي تاعك؟ اختي توفى ابنها الله يرحمه. الله يرحمه ويسالي. خلى مبلغ من المال. نعم ترك مبلغ. نعم ترك مبلغ وزادوا الناس اللي دار معاهم الحاج كيما نقولوا حنا جابوا عطاوه الديه هذيك اللي حاجه كيما هكا اللي ندوها. نعم. لاهل القتيل. نعم. هل الام تاعو من حقها تدي مبلغ من هذا المال تتصرف فيه هي بطريقتها يمكن تسبقه او تزوج به حد او هكا او هو لازم يتصرف فيه الاب تاعو؟ نعم. وبارك الله فيكم. الله يحفظك. يا ريت نسمع الاجابه قبل ما ينتهي الوقت. بارك الله. الله يحفظك ويبارك فيك سيدة نورة، مع السلامة في حفظ الله. فتيحة مسكيكدة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وليدي. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيكم وليدي، ربي يخليكم لينا. آمين. إن شاء الله تنوروا فينا وتعلمونا في ديننا. آمين. الله يستركم. آمين بنوركم ربي. وليدي عندي سؤال، ماشي سؤال سؤالي ولا ثلاثة مانيش عارفة. قول وليدي أنا حبيت نسأل على إلحاح في الدعاء. الالحاح انا ابوي عندي مشكل واني نلح بزاف في الدعاء مش عارفه ولا هذا مليح ولا لا ووقت يعني الوقت المخير للاستجابه مش من الوقت الواحد يدعي ان شاء الله ربي يستجيب. ان شاء الله يا رب ربي يستجيب ويتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. وعندي ثاني سؤال على سوره الملك وليدي. نعم. سوره الملك يقولوا محسوم الواحد يقراها قبل ما يرقد. نعم. وانا انا عندي بين كي نصلي المغرب بين المغرب والعشاء. نعم. نقرا سوره ياسين وسوره الملك ومعوذتين وسوره الاخلاص. نعم. بصح انا مور ما نصلي العشاء ما نقدرش نقراها في الصح باسكو ما نشوفش الوضوح حاشاك. نعم. مور ما نصلي العشاء نتقلق بزاف. نعم. نجري حاشاك. نعم. وباش نعاود شاك فوا نتوضا عندي ثاني شويه حساسيه في وجهي ما نشمش بزاف الماء. ربي يشافيك. فوالا دروك انا هذه انا نحب نقراها ولا نقدر نقراها وغالماني حافظتها نحفظها انايا. الله يبارك. ولا نحسب الا الواحد يقدر نحسب يقراها هكذايا وغالما. نعم حفظا. ها؟ حفظا فوالا. نعم. انا حافظتها انايا نقدر نقراها. ربي يتقبل. بس حلا فوالا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. وكل شيخنا ان شاء الله يدعي لنا ان شاء الله المشاكل هذه وان شاء الله يزيحهم علينا ربي سبحانه وان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل لك الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله دعونا بليدي ان شاء الله من احسن الاحسن ان شاء الله. بزاف دعائكم ان شاء الله. ان شاء الله من احسن الاحسن ان شاء الله في حياتكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه سيده فتيحه. مع السلامه. مع السلامه. سفيان كان اتصال. نذكركم مشاهدينا الكرام بأرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات والشيخ عمار محجوبي في الإجابة عنها بإذنه تعالى. شيخنا السيدة نورة من ميلا تسأل تقول الوالد لديه مبلغ مالي وصل النصاب والمبلغ هذا موجود في البنك. الوالد يعني رفض أن يزكي من هذا المال بحجة أنه يعني يصرف يعني على العائلة. تقول لك هل يجوز يعني للوالده الوالد عندما يعطي للوالده ان تزكي من هذاك المبلغ اللي موجود في البنك وبارك الله فيكم. بادئ ذي بدء نشكر الاخت الكريمه او الزوجه بصفه خاصه نشكرها على حرصها على
على تطبيق شعائر الإسلام. فعلا فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وبالتالي فإن المولى عز وجل أمر بالصلاة والزكاة وقرن بينهما وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بعض سكان الجزيرة العربية، ووصل الخبر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقال والله لا أقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عناق شاة أو عقال بعير لقاتلتهم على ذلك، كناية عن أن الزكاة يعتنى بها كما يعتنى بالصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وبعد الصلاة مباشرة تأتي الزكاة. ولم يكن أبو بكر ليتجرأ على قتال من منعوا الزكاة لو لم يكن له في ذلك حجة، وعارضه سيدنا عمر بن الخطاب فكأنه قال له لا تقاتلهم وما إلى ذلك، فغضب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني هل يعقل أنك في جاهليتك كنت من كنت، وعندما جاء الإسلام بدأت تتصف بالجبن وما إلى ذلك؟ وفعلا وقعت حروب الردة، ورجع من ارتدوا عن الإسلام ومنعوا زكاة أموالهم رجعوا عما كانوا فيه، وبالتالي الزكاة لا يتلاعب بها إطلاقا. ما دام الوالد لا يريد أن يزكي نواصل في نصحه، ننصحه نحن وينصحه الأبناء وينصحه الأقارب وينصحه الجيران لعله يستقيم. وأما هل يمكن للزوجة أن تتصرف وتخرج ماله بدلا منه؟ فإن ذلك فيه حرج، لأن العبادات ذاتية، وبالتالي هذه العبادة التي لم يؤدها الإنسان كالصلاة على سبيل المثال أو الزكاة أو الصوم، رفض فلان أن يصوم أو رفض أن يزكي أو رفض أن يحج، هل من الممكن أن يكون على قيد الحياة ونحن نخرج زكاة ماله أو نصوم عليه؟ لا يمكن ذلك، وبالتالي نقول جاز الله خيرا الزوجة الكريمة، ولكن مع ذلك لا تخرجي زكاة ماله، وإنما هو الذي يخرجها، ولعله يتوب إن شاء الله وتحل المشكلة، لأن الإنسان يعني ما لا يزال مسؤولا عن أعماله إلى أن يغرغر، فإذا جاءت الغرغرة فقد أغلق باب التوبة، أما قبل الغرغرة فلعله يتوب في السنة القادمة، في السنتين القادمتين، في السنوات التي بقيت من عمره، متى نيأس؟ إذا انتقل إلى الدار الآخرة. وحتى إن انتقل إلى الدار الآخرة فإن فريق كبير من العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن مات وعليه زكاة، فقال النبي عليه فأجاب بنعم، ثم قال بعد ذلك فدين الله أحق أن يقضى، وسأل قبل ذلك أفرأيت إن كان لفلان عليه دين أكان قاضيه؟ قالت السائلة نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. ولذلكم أن ننصحه، تنصحه الزوجة وينصحه الأبناء وينصحه الإخوة والجيران وما إلى ذلك، هذا أمر مقبول. أن نخرج زكاة ماله دون علمه وهو على قيد الحياة هذا لا يجوز، وإنما إذا مات قال بعض العلماء يجوز أن نخرج الزكاة عليه، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزي خير ويبارك فيك.
طيب نستقبل مكالمة أم طه من تبسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي السيدة أم طه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظك. أخي حبيت نمثل برك بنت عيد المولد حرام بدعة. نعم. حبيت نسأل برك. حكم عيد، حكم المولد النبوي الشريف. حكم الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. نعم. بارك الله فيك أخي الكريم. مع السلامة. ربي يحفظك إن شاء الله. مع السلامة أم طه. بحفظ الله. أم مريم من البويرة، السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. تفضلي سيدة أم مريم، مرحبا. شيخنا حبيت نسألك هذا السؤال، كنت حامل. نعم. وندرت نذر وبس ربي حقق لي هذيك واش كنت حابة، متك مع مرور الوقت نسيت، ما عرفتش إلا وسيت هذاك النذر ولا لا. لا وتحقق لك الحلم تاعك. ايه الحمد لله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. دوكا واش ما فهمتش شنو ولا. طيب يعني نسيتي واش نذرتي؟ ايه نسيت. نعم نسيتي واش نذرتي ولا نسيتي ولا نذرتي ولا وفيتي بالنذر؟ نسيتي وفيت بالنذر ولا لا؟ لا. نعم. واضح. مع السلامة أم مريم. جلالي من مليانة، السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. وش راكم سيد جلالي؟ لاباس. وش راكم أخويا العزيز؟ وحشناكم. الله يحفظك ويبارك فيك ويطول في عمرك. أخويا العزيز نسلم عليك ونسلم على الشيخ العزيز اللي راه معك. عليك وعليه السلام، بارك الله فيك. الله يحفظك سيد جلالي. أو يسلم عليك الشيخ. عندي زوج أسئلة أخويا العزيز. الأول. السؤال الأول، ما حكمه؟ إنسان يستهزأ، إنسان يستهزأ بالفقراء، يتمسخر بهم، شكون يستهزأ بهم؟ كي يشوفهم فقراء يستهزأ بهم. شكون كيما نقولوا احنا بالعاميه يتمسخر بهم؟ نعم. لماذا؟ يشوف في روحه هو احسن منهم. نعم. فما يقول لك انا خير منهم، باش عليها نستهزأ به. ما حكم الانسان هذا اللي يستهزأ بالناس ويشوف روحه هو خير منهم؟ الله المستعان، ربي يهديه ان شاء الله. سؤالك الثاني سي جيلان. سؤال ثاني خويا العزيز. نعم. ما حكم الانسان اللي ينسى ما يخرجش الزكاة؟ ينسى ماشي متعمدا، ينسى يعني حتى يفوت النصاب وينسى، يعني نسيانا وليس متعمدا، ما يخرجهاش نسيان وليس متعمد. نعم. بارك الله فيك خويا العزيز، بارك الله فيك. مع السلامة سي جلال، مع السلامة. طيب، سعاد من باتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سيدي سعاد. نشكركم على الحصة هذه. رفعي صوتك ربي يحفظك. أخي أنا عندي سؤال فيما يخص مثلا أمي توفت منذ 3 سنوات. الله يرحمها. عندها قطعة أرض وكانت باغية تبيعها قبل ما تتوفى، كاين دايما تقول نبيعها نبيعها، والأخ تاعي كان رافض رافض يقولها ما تبيعيهاش، ومن بعد هي توفات. وكانت توفات أنا طلبت من الأخ تاعي كي يقسم الأرض، قلت له الحصة تاعي نصدقها للأم تاعي مادام كانت الرغبة تاعها، باش بغاتها يتسمى هو ما بغاش، قلت نصدقها ليها. نعم. ومن بعد في يوم من الأيام سمعت خطبة في صلاة الجمعة، قلت بلي اللي بغى يصدق مثلا على والديه يصدق عليهم، وهما حيين. هذاك الحديث تاع اللي كان يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدق ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه. قالت هذيك حديث ضعيف، قالت اللي بغى يصدق يصدق على والديه وهما حيين، كي يموتوا برك ما كان عليه يصدق عليهم. باغي نعرف برك نعم. الشيخ يفهمنا برك في هذا الحديث. واضح. الصدقه بعد الوفاه وكل شيء، يعني انسان اللي يبغى مثلا يبر والديه يبرهم وما حيين، كيموتوا ما كان له. واضح واضح السيده سعاد. ربي يحفظك. الله يرحمهم ويسع عليهم ان شاء الله. الله يرحمهم ويسع عليهم. محمد من خميس مليانة، تفضل سيد محمد. الو. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. الشيخ ما يسر في شيخ، أنا من مدينة خميس. نعم. وراي فيها هنايا الزاوية البلقايدية. نعم. البلقايدية كما اللي راي في وهران ولا في البليدة ولا، دروك حنا رانا مرات نصلوا فيها، بعض الناس يقول لك ما تجوش تما، وبعض الناس دروك وساونا شالوا شونا دروك. نعم. حاولت على الجواب هذه ما عندي. واضح سي محمد.
إيه. نسويها في القيدية. واضح سي محمد. صح. مع السلامة. كان اتصال سفيان. طيب شيخنا سيدة نورة أيضا تسأل في سؤالها الثاني من ميلا، تقول الأخت عندها ابن توفي رحمه الله في حادث. طيب عن إذنك شيخنا نستقبل المكالمة برك. جميلة من بومرداس، السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك أستاذ غاية؟ لا بأس الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله. بغيت نستقصي الشيخ الأخ، عندي واحد القضية بغيت نستشير الشيخ فيها. اللي هي؟ عندي مشكلة مع الزوج، الزوج تاعي راه مهاجر، ما راهش هنايا، راه في لوروب. نعم. وما عندهاش لي بابي، قال لي خاص نديرو زعما قضية تاع، أنا ندير قضية تاع خلع ولا تطليق ولا، باش نخدم له زعما لي بابي. إذا كان بغيت نسقسي الشيخ، إذا كان هذه من جهة الشرع حلال ولا حرام؟ يعني يطلقك؟ أنا ندير له زعما الخلع باش زعما غير باش يخدموا له لي بابي. نعم. زعما غير في الورق. نعم. وتقعدي معاه، تقعدي في ذمته. ونقعد في الذمة تاعها غير بلا ما زعما خدم هو لي بابي تاعو، ومن بعد يعاود يعقد. واضح. واه. شكرا. صحيح شكرا. شكرا سيدة جميلة، شكرا. صح. ونجيب. إبراهيم أبو مرداس، السلام عليكم. توقفت عرفة. تفضل سي إبراهيم. هو واش قال له؟ قال له من مين العرفة؟ قال له كي عرفة. قال له كي وقت عرفة. أنا نقول له باللي أنا ما نخرجش ولكن هو غالط. سي إبراهيم. سي إبراهيم. سي إبراهيم. أنا راك على المباشر. تفضل أطرح لنا السؤال تاعك. بالعقل ما تقلقش روحك. صح. تفضل سي إبراهيم. ذيك النهار القايد حسان واحد عيط له. للمحجوبي قال له باللي انا والمراه نتاعو كاعتو في مين. الشيخ عمار، الشيخ عمار محجوبي، تفضل واش بيه؟ انا عنيه إيه؟ نهار العيد ما طلعوش العرفه، واش يجاوبو هو؟ قال له من مين في من مين العرفه كعرفه. انا نقول له راه غلط. معليش يا شيخ، انا ما نخرجش ولكن انا رحت يا سي ابراهيم، وشفت يا سي ابراهيم في الحدود نتاع عرفه. يا سي ابراهيم، يا سي ابراهيم، هذه سائله اتصلت بقناه القران الكريم، عندها مشكل، طرحت الاشكال نتاعها وحبت فتوى عليها، والشيخ جاوبها على حسب المشكل نتاعها اللي صرا لها. الان اذا عندك سؤال تفضل اطرح لنا سؤال باش نقدروا ننوروك ويجاوبك الشيخ كما يلزم. ربي يحفظك ويبارك فيك. تواصل مع الزملاء وخلي السؤال تاعك. شكرا شيخنا. الشيخ عمار ربي يحفظك ويبارك فيك، والله ينفعنا بعلمك ان شاء الله، كما راك تنورنا دائما ان شاء الله، وتنور كاع المشاهدين والمتصلين اللي راهم دائما يستفيدوا من الاجابات نتاعك. شيخنا الشيخ السيده نوره من ميلا تقول الاخت تاعها توفي ابنها رحمه الله في حادث سير، وبعدك المتسببين يعني في الحادث من كانوا سببا في وفاة هذا الابن جابوا الدية وأعطوا له الدية، وهو كان عنده مبلغ مالي. الآن من يتصرف في هذا المال؟ هل الأم أم الأب أم الورثة؟ يقسم على الورثة. وبارك الله فيكم. قبل الإجابة على هذا السؤال فقط أوضح ما وقع في السؤال الذي طرح ربما في الأسبوع الماضي أو قبله. أو قبله، نعم. هذه امرأة تقول بأنها خرجت ولكن نتيجة الظروف شكت بأنها هل وقفت في عرفات أم لم تقف في عرفات. بارك الله. فقلنا لها إن عرفات ليست مكانا معينا هكذا جبل أو ما، وإنما هي قطعة أرض كبيرة لها حدود، وما دامت قد خرجت من بيتها و كانت في واعتقدت بأنها دخلت منها، فإن اليقين لا يزول بالشك. وبالتالي نقول للأخ الكريم إن الذي قصدناه أن عرفة ليست هي جبل عرفة الذي يقف عنده بعض الناس،
وإنما عرفة هي قطعة أرض ممتدة. فإذا كانت الأخت الكريمة قد شكت فإن الفقهاء يقولون بأن الشك لا يزول، فإن الشك لا يزيل اليقين. نعم. ولذلك نقول للأخ الكريم شكرا لك على ملاحظتك، ولكننا نعلم بأن عرفت لها حدود معينة، وإذا تيقنت بأنها لم تقف في هذا المكان فإن الحج هنا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، والله أعلم. ربي يبارك فيك إن شاء الله. ذكر الله يبارك فيك. طيب شيخنا، حبيت نسألك على عرفات، كم حجة حجيت الله يبارك ما شاء الله عليك؟ حجيت حوالي 10 سنوات أو 11 مرة. ما شاء الله 11 مرة، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، ربي يتقبل حجك إن شاء الله. طيب نذكرك بالسؤال. سيدة نورة تقول لديها أخت، لديها ابن توفي رحمه الله جراء حادث، وكان لديه مبلغ مالي، والمتسببين في الحادث أتوا بالدية لأهل سيدة نورة. تقول لك الآن مبلغ الدية والمبلغ المالي الذي تركه المتوفي الابن، من يتصرف في هذا المال، الأب أم الأم أم يقسم على الورثة؟ بارك الله فيكم. هو ليس ميراث، نعم، وإنما يقسم، وإنما الدية تقسم على أولياء الدم، وإن كان هنا وإن كان في هذه الحادثة هذا قتل خطأ، وبالتالي فإن هذا المال هو مال نشأ بعد وفاة الابن، وبالتالي فإنه لا يدخل في الميراث، يقسم على الأب، على الأم، على أولياء الدم كما يقولون. لكن هل تطبق عليه الفريضة؟ لا تطبق عليه الفريضة. والمبلغ الذي تركه قبل الوفاة شيخنا؟ أما المبلغ الذي تركه قبل الوفاة تطبق عليه الفريضة، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، والله يطول في عمرك، والله يرحمه ويسع عليه. أم سيدة فتيحة مسكيكة تسأل عن الإلحاح في الدعاء، وما هي الأوقات، أوقات الإجابة، إجابة الدعاء؟ بارك الله فيكم. من بين أوقات الاستجابة من بين أوقات الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب، عندما يكون الإنسان ساجدا بين يدي الله، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه عندما يكون ساجدا، سواء كان ذلك في فريضة أو في نافلة. من بين أوقات الدعاء عقب الأذان، من بين أوقات الاستجابة عقب الأذان، من بين أوقات الاستجابة ثلث الليل الأخير، وبالتالي فإن أوقات الاستجابة كثيرة، ذكرنا بعضها والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. تسأل عن سورة الملك، تقول أقرأها قبل العشاء، يعني بين المغرب والعشاء مع قراءة سورة ياسين، لأن بعض العشاء يعني بعد صلاة العشاء تقول لك شيخنا ما قدرش نشد الوضوء، والآن هي راهي بارك راهي حافظة سورة الملك، فتقول هل يجوز يعني نقراها بدون وضوء؟ بارك الله فيكم. لو أنك اكتفيت بقراءة الملك وياسين والإخلاص والمعوذتين بعد أذان المغرب لكفاك ذلك، فإن أردت أن تعيدي قراءتها فإن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها الوضوء، يشترط لها الطهارة من الجنابة الكبرى، أما الطهارة الصغرى فليست مشروطة. أي نعم، لا يجوز لي أن أمسك المصحف إذا كان من فاتحة إلى الناس، أما أن أمسك جزءا من المصحف كالنصف كالربع كالجزء أو ما إلى ذلك هذا أمر جائز. ولذلك نقول للأخت الكريمة حتى وإن لم تكوني متوضئة بعد صلاة العشاء لك أن تقرأ الملك أو أي شيء من القرآن الكريم، لأن قراءة القرآن الكريم لا تشترط لها الطهارة الصغرى، خاصة وأنك قلت بأن عندك حساسية وما إلى ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا أم طه من تبسة وأيضا
الحاجة نصيرة من العاصمة يسألون عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء المفرقعات للأبناء. يبدو أننا فصلنا في هذا السؤال في بداية الحصة في الكلمة التي كانت. أما شراء المفرقعات فإن كل ما فيه خطر على الأطفال وما إلى ذلك ينبغي اجتنابه. أما مجرد الفرح بأن نوسع على العيال بأن نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من صميم دين الله عز وجل والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. أم مريم من البويرة تقول: كنت حامل ونذرت نذرا، لكن مع مرور الوقت نسيت نوع النذر الذي نذرت به. تقول لك الآن فما الحكم يعني، كيف أفعل مع هذا النذر؟ أنت شككتي، بل هل أديت هذا النذر أم لم تؤده؟ نعم. اليقين، الشك لا يزيل اليقين، وبالتالي إن أردت إن كنت ميسورة وأردت أن تعيدي قضاء هذا النذر فبها، إن لم تستطيعي وكان عندك مجرد شك 50% أنك أديت النذر و50% أنك لم تؤدي النذر، فاليقين لا يزول بالشك عند كثير من العلماء والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. الأخ جلالي من المليانة يسأل عن ما حكم البعض يستهزئ بالفقراء. يقول لك يعني كيف نتعامل مع هذه الفئة التي تستهزئ بالفقراء ويظن نفسه أنه أحسن منهم؟ وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم احيني مسكينا واحشرني وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، والمساكين هم فقراء. وبالتالي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يكون في زمرة المساكين ويود أن يكون محشورا مع المساكين، فإن الأكيد أن الاستهزاء بالفقراء والمساكين أقل ما يقال فيه أنه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مخالفة للقرآن الكريم. فالمولى عز وجل في سورة الكهف يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن كبراء مكة أو كبراء يعني الأغنياء الذين يعادون الإسلام كانوا يتأففون من أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تسمع لهم واصبر، يعني حاول أن تجهد نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي إياك أن تنساهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من قال لك هذا الكلام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولذلك نقول هذا يعني هذا سلوك فيه خلل والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. يسأل عن حكم الإنسان الذي نسي إخراج زكاة ماله غير متعمد. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمما رفع على الإنسان النسيان. ولذلك متى ذكرت أدي زكاة مالك، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاته أو نام علي من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك لا حرج عليك أخي الكريم، وأدي ما ترتب عليك من زكاة ما دمت قد ولا إثم عليك ما دمت قد فعلت ذلك ناسيا والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. السيدة سعاد من باتنا: الوالدة توفيت منذ 3 سنوات، والوالدة قبل وفاتها الله يرحمها ويسع عليها كانت لديها قطعة أرض
أرادت أن تبيع هذه القطعة، لكن الأخ دائما كان يرفض بيع هذه القطعة، والآن أطالب بتقسيم هذه القطعة الأرض، الأخ يأخذ نصيبه وأنا أخذ نصيبي، فمبلغ بيع هذه القطعة وهذه القطعة أتصدق بها عن روح أمي الله يرحمها. فتقول البعض أخبرها أن الصدقة تكون في يعني قبل وفاة الميت، وأنا قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيخنا ذكرنا بالحديث، قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فتقول الآن هل يعني الصدقة توصل إن شاء الله للوالدة الله يرحمها أم لا؟ بارك الله فيكم. لعل نص الحديث إذا مات نعم ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم بثه في صدور الرجال، أو عمل صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وبالتالي نص الحديث أنه إذا مات، وبالتالي تصدقي عن والدتك بهذا الجزء من الأرض. والعلماء يقولون إن علماء الأمة أجمعوا على أن الميت إذا مات يصله ثواب الدعاء، هذا بالإجماع، ويصله ثواب الصدقة، هذا بالاتفاق. واختلف في ثواب قراءة القرآن الكريم، فذهب فريق إلى أن قراءة القرآن الكريم تصل، وذهب فريق إلى أن قراءة القرآن لا تصل، والذي عليه جمهور هذه البلاد أن قراءة القرآن تصل إلى الميت. ولذلك هذا أمر متفق عليه بعض عند العلماء. وحتى إن كان الحديث حديثا ضعيفا، فهل الحديث الضعيف يعني أن نعطله ولا نرويه؟ ولذلك يجوز استعمال الأخذ بالحديث في فضائل الأعمال، ويمكن أن يتقوى بإجماع العلماء أو باتفاقهم كما ذكرت قبل قليل. ولذلك لا تسمعي لهذا الحديث إطلاقا، وإنما تصدقي عن والدتك، ونسأل الله لنا ولك القبول إن شاء الله رب العالمين. الله يجزيك خير ويبارك فيك. سيد محمد من خميس مليانة يقول: أنا أصلي في زاوية، والبعض أخبره أنه لا يجوز الصلاة فيها، فنصيحتكم لهم بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي ذر، أو كان نائما بجانب أبي ذر، فاستيقظ وهو مبتسم، فسأله عن ذلك، عن سبب ذلك، فقال: لقد جاءني جبريل اللحظة وقال لي: من مات من أمتك لا يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالأمة كلها، من سواء كانوا عصاة أو كانوا أتقياء، أنهم إذا ماتوا على لا إله إلا الله يدخلون الجنة، صحيح أن العلماء يقولون إن العاصي قد يعذب بقدر ذنوبه، وهذا ليس فرضا على الله عز وجل، ويقولون يمكن أن يعفو الله عليه، وهذه عقيدة تسمى عقيدة التفويض. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ولذلك جماعة يجتمعون ليصلوا، والصلاة هي دليل الإسلام، وجماعة ديدنهم الذكر، وديدنهم الصلاة على النبي، وديدنهم قيام الليل، ونحكم عليهم هكذا يعني بالكفر، هذا أمر لا يفعله إلا المداخل. ولذلك نقول: يا أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي علينا أن ننصب أنفسنا قضاة على الناس، وإنما أن ننصب أنفسنا دعاة للناس،
ولذلك أن يقول قائل بأن هؤلاء ما ينبغي أن نصلي عليهم، أن نصلي معهم لأنهم كذا أو كذا، هذا نوع من إحداث الفتنة في المجتمع. ولذلك أخي الكريم صلي، بل واستفد منهم في ذكر الله عز وجل، واستفد منهم في قيام الليل، واستفد منهم في الخلق. يمسكون ألسنتهم ولا يتدخلون في فلان أو علان هو كافر أو خارج من الملة أو مبتدع أو ما إلى ذلك، هم يعني يمسكون ألسنتهم باعتبار أنهم يعتبرون أن ذلك من الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلكم دعونا من أن هؤلاء مبتدعة وهؤلاء كفار، إذا فعلنا ذلك فإننا قسمنا هذه الأمة إلى فرق وشيع. التجانية ليسوا على السبيل، والبلقايدية ليسوا على السبيل، والشاذلية ليسوا على الطريق. هذه فتنة متى أحدثناها في هذا البلد أو في غيره إلا حل به الشنار والدمار والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلكم صلي مع هؤلاء جميعا، حتى إذا جاءني الوقت وكنت بجانب مسجد من مساجد الإباضية فإنه بإمكاني أن أدخل وأصلي معهم ولا حرج في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستقبل مكالمة أم مخلوف من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيوخنا الكرام. الله يحفظك. أسمعينا من الهاتف برك ربي يحفظك باش نقدروا نسمعوك مليح. لا نعم نعم تفضلي. حبيت نطرح أسئلة ونقول قبل شيوخنا نقول لهم جزاكم الله وكل خير، واش راكم ديروا لنا وتعلمونا وتفكرونا. آمين. حنا ناقصين بزاف وانتم راكم الحمد لله ديتوا الأجر. الله ينفعنا بعلمكم. حبيت نسقسي برك، عندي جوج أسئلة برك ما نطولش عليكم. فيما نعم. يخص طلاق الخلع. الخلع نعم. نعم، أنا أم وعندي بني زوج في 22 والمرأة تاعو حكم عليها مرة 4 شهور، حكم عليها تهدر مع واحد بتخبية موراه. نعم. تسمى هذا كنت عارفه من قبل. الأخ حبيت نعرف مور ما 4 شهور هذا أنا حكمت بني، قلت له خليها تنسى صغيرة، موراها حكمها هكذا في اللايف هكذا، دخل على غيلة لقاها في الكاميرا تهضر مع واحد. حبيت نعرف برك الطفلة هذيك تحاكموا هو وياه، عيط لماليها العشية، عيطوا معاها ماليها كي جاو، ولكنها طاحت يماها ما طلع لها السكور رحت معاهم. نعم. ومن بعد من هذاك ما حبتش تولي لينا للدار، ورحنا نجيبوها كمل مرة ما حبتش. نعم. ما دمناها مور شهرين قالت لنا نرجعها دارهم، كاع راهم معنا على كل حال، قالت لنا سمحوا لنا ولكن الطفله ما حبش تولي، رحنا نجيبها ما حبش تخرج لينا. نعم. ودارت الخلع موراها واحد 4 شهور، دارت الخلع ما قالت لنا راني نداوي فيها. نعم. وهي قبل ما تروح نذكركم دت الشيحه تاع دراهم دتها كل معاها، والذهب كانت موجداته تاع اللي داروا لها وليدي داته كل. نعم. السؤال الثاني دوك واش حبيت نعرف بلي ذهب هذا اللي داتو هي دات الخلع مورانا. نعم. داتو معاها، اسكو تقدر ترجعه لنا باسكو حنا ديناه لها بحكم تقعد في الدار، وان شاء الله من القدام نزيدو نشرو لها اذا قدرنا الله. نعم. ودوك هي دات كلش ودات الخلع وحدها وحنا ما على بالناش، وما على بالش بلي ما على بالوش بلي طلق. حبيت نهضروا على مساله الخلع هذا يا شيوخنا الكرام، راهي الجزائر راهي كارثه. واسباب الخلع هذا والطلاق كثرتها الهاتف النقال. وجزاكم الله كل خير، سمحوا لي اذا طولت معاكم. ربي يحفظكم مخلص، ربي يصلح الحال والحوال، الله يهدي الجميع. ربي يقويكم. طيب فايزه من المسيره، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيده فايزه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا برك حابه نسالو على واحد القضيه. اللي هي عندي الوالد والوالده مازالوا في الحياه. نعم. الاب كتب منزل على الام، منزل عندها تقريبا 30 سنه هكذاك. نعم.
وكي تكتب لها المنزل، الأم كان هذاك الوقت الابن الأكبر عايش مع الوالدين، نعم متزوج وعايش معهم، نعم. وبعد ما لقاش وين يروح، ثم الأم عطاتو المنزل هذا بصح ما كتبتوش باسمه، قالت له راك ساكن، نعم، حتى يفرج ربي، نعم. درك الابن حاب الأم تكتب له المنزل باسمه، نعم. وكاين أطراف من الإخوة ما همش موافقين في القضية هذه، نعم. هو ملكها، كيف هو ملكها، هو ملك الوالدة، يعني ملكها كتب، نعم، لها الوالد المنزل على اسمها هي، نعم، واضح. ودركي صارت مشاكل ما بين الإخوة، كاين اللي موافق كاين اللي مش موافق، حابين نعرفوا رأي الشيخ نتهب يعطينا رأيه في القضية هذه إن شاء الله يجاوبك. كبر المشكل بزاف ما بين الإخوة وما بين أولاد الإخوة، ووصلت حتى المشاكل كبيرة ياسر. ربي يصلح الحال والأحوال إن شاء الله، وكل واحد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يعطينا برك رأيه في القضية هذه ورأي الدين في القضية هذه. طيب ينوركم إن شاء الله الشيخ، ربي يحفظك ان شاء الله. كاينه حكايه ثانيه واحده اخرى، كاينه كما يقولوا الاب من بعد ما كتب لها المنزل، الابن هذا الوالد نعم، قال باللي الزوجه تاعو اللي هي الام قال لها باللي لازم تتنازلي على الاخر، تعطي له المنزل تكتبيه له باسمه، نعم. وراي الدين في هذا المشكل هذا يجاوبكم ان شاء الله. يحفظكم ان شاء الله. شكرا سيده فايزة. شيخنا في بقي 3 دقائق إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة. السيدة جميلة أبو مرداس تقول زوجي الآن مسافر وراه متواجد في أوروبا، حب يعني قالت الزوج قال لزوجته رفعي قضية خلع باش ندير الأوراق وتقعدي على ذمتي، فهل يجوز مثل هذه الإجراءات ومثل هذا التعامل؟ بارك الله فيكم. هو الإسلام مبني على الصدق في السر والعلانية، وإن الإسلام حرم الكذبة والكذيبة، ولذلك يعني ورعا وبعدا عن الشبهات لا تفعلوا ذلك، واسلكوا مسالك أخرى والله أعلم. الله يجزيك خير. السيدة أم خلوف تسأل سؤال عن ابنها، تقول زوجته يعني دارت قضية خلع وأخذت من المال وأخذت من الذهب، يعني تواصلوا معها أكثر من مرة باش ترجع للدار، لكن هي رافضة الرجوع، فتقول حكم هذا المال والذهب اللي أخذته تاع الزوج، وأيضا نصيحتكم لهذه القضية الخلع اللي زادت في الأونة الأخيرة. الخلع يناقش في المحاكم، نعم، لكن المال، أعود للسؤال، المال اللي أخذته هذه الزوجة، المال الذي أعطي لهذه الزوجة والذهب، إن كان العرف يقول بأنه أعطي لها تمليكا فتأخذه بشكل عادي، وإن كان العرف الموجود في المنطقة يقول بأن هذا المال الذهب على سبيل المثال يعطى لها فقط لتتزين به وهو ملك للزوج أو ملك للأم أو ما إلى ذلك، فذلك أمر آخر. ولذلك نقول للأخت الكريمة هذا المال ينظر فيه إلى عرف المنطقة التي نعيش فيها، إذا كان أعطي للزوجة باعتبار أنه جزء من المهر أو جزء من الهبة التي تعطى عادة للزوجة وما إلى ذلك فهو ملك لها، صحيح أن لها سلوك سيء، ولكن السلوك السيء لا يخول لنا أن نمنعها من أمر قد وهب لها أو قد أعطي لها في المهر أو ما إلى ذلك. يبقى الآن ما أدري إذا كان ولدك عنده أبناء أم ليس عنده أبناء، فإذا كان عنده أبناء فلعل الأمر يحل، أما إذا كان ليس له أبناء فالأولى اجتناب هذا المحيط الذي وقعتم فيه والله أعلم. وإذا كان شيخنا المال هذا يعني ملك للزوج، هل ترجع هذه الزوجة؟ هو إذا كان ملك للزوج أو العرف يقول بأنه أعطي أنه لم يعطى للزوجة فإنه من حقهم أن يرجعوا هذا المال. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير.
شكرا على ما تفضلتم في الإجابة على أسئلة المتصلين والمشاهدين. شكرا لكم مشاهدين الكرام. السيدة فايزة، غدا إن شاء الله سنجيب عن سؤالك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.